إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. النفط في الكويت. إن أهم ما تعتمد عليه الكويت في اقتصادها هو النفط، فهو عصب الحياة وثروتها الوطنية الأولى، حيث تعتبر الكويت من أولى البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، فهي تمسك بربع الاحتياط العالمي للنفط. وبرنامج نفط الكويت سيسلط الضوء على قصة النفط في الكويت لنشر الثقافة النفطية. إعداد وتقديم خالد الخالدي، إخراج فواز الهملان. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعي الكرام في أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج النفط الكويت، هذا البرنامج اللي سلط الضوء على كل ما يتعلق في القطاع النفط الكويتي. يمكن في الأشهر الماضية تحدثنا عن شركة نفط الكويت، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي من أكبر الشركات الموجودة تاريخيا أصلا في الكويت أو على مستوى دول الخليج، ولديها الكثير من المهام أمانة، ويعني تختص بإنتاج النفط. ويمكن في بعض الأمور سلطنا الضوء على أن قلنا كل هذه المشاريع اللي قاعد تتم، سواء من تطوير حقول الغاز، من تطوير المكامن أو الكثير منها، لابد أن يكون هناك عنصر بشري مدرب بشكل أساسي. دون هذا العنصر لن يتم أي شيء. وأمانة كنا نركز دائما على دور العنصر البشري الكويتي وأصحاب الكفاءة في هذه الأمور. اليوم نتكلم عن هذه الفكرة، وهي فكرة الكفاءة في العنصر البشري في القطاع النفطي، وتحديدا في شركة نفط الكويت. لا تألو جهدا أمانة، ولا يعني يدخرون أي شيء في سبيل تطوير العنصر البشري. ومن هذه الأمور اللي هو يمكن برنامج التدريب في شركة شل العالمية، هناك كثير من الشباب الكويتي راح وتدرب، لأن هناك عندنا يعني عقود أو نظام يتعاملون مع في الشركات لتدريب الكفاءات الكويتية. اليوم باسمكم نرحب بأحد الكفاءات الكويتية والشباب اللي تدرب في برنامج التابع لشركة شل العالمية، الأستاذ بشار القديري، كبير الجيوفيزيائيين في مجموعة تطوير الغاز في شركة نفط الكويت. حياك الله معنا أخوي بشار. الله يحييك أخوي خالد، ألف شكر طبعا لكم على استضافتي اليوم معاكم في هذا البرنامج، وأحييك وأحيي كل الأخوة المستمعين معنا. والله إحنا سعداء أمانة، دائما كل ما نلتقي مع الشباب الكويتي نحس بأن خاصة لما نشوف ونكون قراب يومهم على مستوى وهم على مستوى كفاءة، نتطمن ويتطمن أيضا المجتمع الكويتي بأن القطاع الكويتي إن شاء الله مستمر شاء من خلال هذه الطاقات. نعم. بنتكلم الحين بندخل بالبرنامج. نعم. التدريب اللي عملوه شركة أو بالتعاون بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. نعم. في هولندا. نعم. من متى بدأ البرنامج وشنو هو يعني فكرة البرنامج؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أخوي خالد، البرنامج هذا يعني كانت بداية انطلاقته مع عام 2012، ومن خلال طبعا تدشين البرامج التدريبية بداية داخل دولة الكويت مع شركة شل، تطلعنا بعد ذلك إلى مسألة محاولة، أو خلنا نقول إن صح التعبير، أن جينا نبي نرفع مستوى الكفاءة يعني ليفل يكون أكثر تقدما مما هو عليه موجود حاليا بالكويت.
فنعم البرامج التدريبيه الموجوده بالكويت كلها طبعا برامج هادفه وبرامج مهمه وبرامج تسعى دائما الى تطوير المستوى الوظيفي والمهني للموظف داخل الشركه. جل. الا ان بعدين لما دخلنا في عقدنا مع شيل من اجل تطوير يعني حقول الشمال والتي تسعى دائما الى زياده انتاجيات الغاز عندنا وامور ثانيه طبعا اخرى تتعلق بنفس هذا العقد من اجل زياده الطاقه التشغيليه والانتاجيه للمكامن النفطيه الكويتيه. فوجدنا انها فرصه امانه ان يعني ندفع بالشباب بالفعل، وكنت انا واحد منهم، ان نطلع ونروح نتدرب يعني في مقر عمل هذه الشركه العالميه، واللي كانت هي بمثابه مزار اكاديمي لكل يعني العقول والمفكره في مجال الصناعه النفطيه، يعني دكاتره يقصدون شل، وكذلك ايضا طلبه من الجامعه يقصدون شل، وكذلك ايضا نجد بان هناك طاقم فني كبير يخرج من شركات عالميه للحصول على هذا النوع من البرامج التدريبيه اللي تدفع بالنهايه باداء الموظف الى ما هو افضل في مجال عمله. فكانت بدايتنا عام 2012، وطبعا اطلعوا بعض الزملاء من يعني مجموعات مختلفة أو من أسيتس مختلفة من شركة نفط الكويت، وإحنا نشوف دائما وين البرايوريتيز أو وين الأولويات تكون طبعا، وبناء عليها الإدارة العليا بالشركة تسلط الأضواء على مجموعة معينة في إدارة معينة للخروج من أجل الحصول على برامج تدريبية. هذه البرامج التدريبية بدورها الأساسي طبعا تعمل على خدمة المشروع القائمين عليه الشباب حاليا، يعني اللي أنا راح أروح وأخذه راح أجي أطبقه على طول مباشرة في مجال عملي، وراح أبدأ باستخدام كل وسيلة جديدة تخدم هذا المشروع من أجل إيصاله إلى هدف معين بوقت قصير وبتكلفة أقل. هذا هدف أساسي كان رئيسي بالنسبة لي أنا طبعا. في عام 2013 ويعني التحقت بالبرنامج، التحقت بالبرنامج في عام 2013 فبراير، وكان مدة البرنامج التدريبي الخاص فيني مدته كانت 4 شهور، انتهى في شهر 6 في أول 6. وكان هذا البرنامج أمانة يهدف بالدرجة الأولى الأساسية على تطوير كل ما يتعلق بمجال تخصصي في يعني في الجيوفيزياء، في الجيوفيزياء. يعني على سبيل المثال أنا لما طلعت الحين إلى شل، أول شيء سويته هو عمل جدول زمني في مهام معينة، كل مهمة من هذه المهام بدورها تعمل على تطوير مهارة معينة في تفسير مثلا الموجات الصوتية المنعكسة من باطن الأرض وتحليلها، في استخراج خرائط جيولوجية تهم وتفيد إخواننا الجيولوجيين والمهندسين في تحديد أماكن الآبار المستقبلية من أجل الحفر، وكذلك أيضا الوصول للهدف بسرعة كبيرة. من باب المعلومية عفوا، أن إحنا في مجموعة تطوير حقول الغاز كل يعني مشاريعنا من ناحية يعني تعمل أو نعمل بالناحية الشمالية من دولة الكويت، يعني كل مشاريعنا كل آبارنا اللي نحفرها نحفرها في الجانب الشمالي من دولة الكويت حاليا، حتى هذا يعني خلنا نقول حتى هذه الفترة هذا الوقت أو في هذا الوقت. فالحقول الشمال أستاذ خالد دائما تمتاز بالنسبة طبعا للغاز عندنا، تمتاز بالصعوبة في الوصول للهدف، وذلك طبعا لأمور كثيرة تتعلق بالتراكيب الصخرية وتتعلق بارتفاع درجات الحرارة والضغط العالي، كذلك أيضا علما بأن الغاز اللي يطلع من هناك أيضا في له تقنية معينة لاستخراجه، فبالتالي نحتاج إلى الطاقات التشغيلية ونحتاج كذلك أيضا إلى الأدوات والخبرات الواسعة في هذا المجال. وإحنا بس نحب نفرق أخوي بشار القديري كبير الجيوفيزيائيين في شركة نفط الكويت، نعم، وتحديدا في مجموعة تطوير الغاز، بأن التعامل مع النفط واستخراجه يختلف عن التعامل مع استخراج الغاز الحر. تمام. احنا نعرف ان الغاز استخراج النفط يكون هناك معه غاز مصاحب يتم التعامل معه، ولكن المكامن الخاصة في الغاز الحر فهي يمكن تختلف. واليوم الكويت مركزة على هذا الجانب بحكم تأمين الطاقة في المستقبل لتوليد خلينا نقول لتأمين الطاقة او لتحويلها الى صناعة البتروكيماويات. طبعا نعم، هذا امر لا نختلف عليه اليوم. فرق الصعوبه يعني خلينا نشوف يعني هل هو اصعب من استخراج النفط؟ طبعا بكل تاكيد، لما انت تقعد تحفر لغاز اعرف انك انت قاعد تنزل الى اعماق سحيقه جدا. هذه الاعماق
عادة ما يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة وكذلك أيضا ضغط عالي. نعم. فلما تتعامل مع مكمن على هذا العمق وبهذه يعني ويتسم بارتفاع درجة الحرارة العالية والضغط العالي، تحتاج إلى معدات وتحتاج إلى خبرات واسعة وتحتاج إلى ناس تستطيع أن تتعامل مع هذا النوع من الظروف تحت الأرضية. على عكس تماما ما هو بالنسبة للهيدروكاربون، خلنا نقول بالنسبة للأويل أو الكروت، عملية استخراجه عادة والله الحمد لله الفضل والمنة عندنا هني بالكويت نتم أو نتعامل مع النفط بكل سلاسة وسهولة، ما في صعوبات مذكورة كثر ما هو الوضع عليه بالنسبة للغاز. بالنسبة للغاز حتى لو قلت لك أنا بالنسبة لنا إحنا هني في الكويت كفريق يعمل على تطوير حقول الغاز، أنا أقول لك أثناء ما أنا قاعد أطور الحقل أنا قاعد أستكشف في نفس الوقت، كل يوم قاعدين نطلع شيء جديد ونستفيد من شيء جديد. رجوعا مرة أخرى إلى 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 برنامجي تدريبي، أذكر طبعا من الأمور المهمة اللي أنا كذلك أيضا استفدت منها وعلى جانب فني بحت، يعني يمكن إخواننا المستمعين يعني المختص منهم راح يفهم هذا الكلام، أما بالنسبة للبقية أعانهم الله على بعض المصطلحات. فأذكر من باب يعني نقول مثال أن 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 عندما تقوم بتحليل الموجات الصوتية تحت الأرضية تعمل بالدرجة الأولى على أنك تدرس البيهيفير لهذه الموجة، وبعدين تعمل بعد ذلك على تحويل هذه الموجة الصوتية على شكل خريطة وقتية أو على شكل تايم ماب. هذه الخريطة الوقتية يتم بعد ذلك عمل خريطة حقيقية، يعني كأنك قاعد تشوفها بالطبيعة، وهي يسمونها الستراكشر ماب أو خريطة عمقية إن صح التعبير أو الدف ماب. من خلال هذه الخرائط راح نفيد إخواننا الجيولوجيين وإخواننا المهندسين في أنهم طبعا يوصلون الى اهداف، او ان مثلا في شيء قال البروسبكت عندنا اللي هو عباره عن المكان اللي انت احتماليه نسبه وجود الغاز او النفط فيه تكون عاليه، وهذا طبعا يكون طبعا مندرج اكيد بالدرجه الاولى على مجموعه من الريكويرمنتس او المتطلبات الاساسيه. ان توفرت في هذه الخريطه الناس طبعا تبدا تعمل دراساتها في هذا المجال. هذه نقطه. كذلك ايضا سمات الخرائط الجيوفيزيائيه اللي احنا قاعدين نستخدمها واللي يسمونها السايزميك اتريبيوتس، هذه تساعدنا كثيرا ايضا في تتبع التكسرات الارضيه واماكن تواجد الغاز في هذه المناطق. يعني لما يكون في عندك تكسرات، وانا ذكرت في بدايه الامر انك انت قاعد تتعامل مع مكان من نفطيه صعبه ودرجه المساميه فيها قليله جدا، بالاضافه الى النفاذيه تكون قليله جدا والضغط يكون عالي ودرجه الحراره عاليه، فالاعتماد الاول والاساسي على بالانتاج راح يكون على التكسرات الارضيه او اللي احنا نسميها الفراكتشرز. هذه الفراكتشرز هي الانديكيتورز او هي نسميها الماركر او هي الدليل على إمكانية وجود الغاز. فالوصول إليها يحتاج إلى طاقات تشغيلية، يحتاج إلى إلى يعني روح فريق متكاملة. والتكنولوجيا أيضا قاعد تتطور بين فترة وفترة، وهي اللي يمكن قاعد هي نقول كلمة السر في المستقبل بالضبط لاستخراج مثل هذه المنتجات. يمكن أنا ذكرت لك بعد أخوي خالد، ما أدري يمكن كان من خلال سياق الحديث إذا ذكرت النقطة هذه ولا لا، لكن في أمر جدا مهم هو أن التكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية خلنا نقول اللي تتعلق بالحفر والتعامل مع تركيبات الصخور تحت الأرض، كل يوم يطلع فيها شيء جديد، كل يوم في شيء جديد، وكل يوم لازم تواكب هذا الشيء الجديد. فبالتالي مواكبة هذا التطور والتكنولوجيا مع يعني الصعوبات اللي أنت قاعد تواجهها تحتاج بالفعل إلى طاقات جبارة، وتحتاج بالفعل إلى أناس يكونون ذوي خبرة مصقولة، وفي نفس الوقت يكون يعني على درجة عالية من المسؤولية اتجاه مثل هذا النوع من الصناعات. أنت مو قاعد تركب بايب بايب وتوصله إلى مركز تجميع، أنت قاعد تعامل مع شيء مبهم تحت الأرض، يعني مع طبقات أنت ما تدري شنو. وفي يعني خلينا نقول سلم معين تتبعه وخطوات معينة تتبعها من بداية الاستكشاف، من بداية المسح، بعدها الحفر التطويري، حفر تجريبي، وغيره من المسميات. يمكن إحنا في حلقات ماضية يعني ما هو عمل مثل ما يقولون بسيط أو أحفر وتعال حط الأنابيب وينتهي الموضوع. هناك يعني عمل كبير يتم على أرض نقول على أرض الميدان مثل ما يقولون. لكن أنا سؤالي أخوي بشار القديري كبير الجيوفيزيائيين في مجموعة تطوير الغاز في شركة نفط الكويت، فيما يتعلق في البرنامج التدريبي مع شركة شل العالمية، وهي شركة معروفة رائدة في الصناعة النفطية،
يعني هل هذا البرنامج يعني اليوم انتم رحتوا في هولندا في نقول اللي هو الهيد اوفيس مالهم او المركز التدريبي لهم، هل اكتفى البرنامج بس نظريا ام ان هناك نزلتوا الميدان عمليا لتطبيق مثل هذه الامور النظريه اللي اخذتوها في مركز التدريب؟ سؤال جدا مهم. يعني هذا يعني هذه النقطه يعني نعم. احنا نعرف ان هم عندهم الداتا على مستوى العالم، هذا شيء اكيد عندهم حقول على مستوى العالم، فاكيد قاعد ينقلوا لكم الخبرات في شتى مجالات الصناعه النفطيه في كل دوله. نعم سؤال جدا امانه يعني مهم. بالنسبه لي انا كجيوفيزيائي اتعامل مع بيانات سايزميكيه، مع 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 خطوط وارقام او مع نعم، فبالتالي ما تحتاج انك تنزل الميدان. احسنت. المطلوب مني اني اراجع هذه القيم، اراجع هذه الحسابات، احط معادلاتي واطلع خرائطي بناء على شنو؟ بناء على داتا حقيقيه او قاعده بيانات حقيقيه جاتني من الحقل نفسه اثناء عمليات المسوحات الزلزاليه. نعم. فبالتالي انا لما احصل عليها اذا انا ينقضي عملي بعد ذلك ان اكون خلف ورك ستيشن او محطه عمل. نعم. ابدا من خلالها اسوي حساباتي واطبق وقراءاتي واطبق نظرياتي واحط الجيوفيزيكال ميثودز مالوتي واشتغل على اساسها. اما بالنسبه لاخواننا الثانيين طبعا وانا يعني ايضا زكوني بعض الاخوه اللي التحقوا بهذا البرنامج التدريبي بأن أتكلم بلسانهم يعني في هذا الموضوع، وكان منهم طبعا الأخ العزيز مشار المضف وهو كبير مهندسين حفر عميق، والتحق بالبرنامج التدريبي هذا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مركز كبير هناك لشل أيضا. والناس اللي يعملون في مجال الحفر فبالتالي مثل ما تعرف إخوان المهندسين يطلعون إلى الحقل من أجل عمليات حفر أو من أجل حساب قراءات على رأس بير أو ما شابه ذلك من الأمور. فبالتالي طبعا هؤلاء الناس نعم حاكوا هذا البرنامج التدريبي من الجانبين، من الجانب العملي ومن الجانب النظري، والبعض الآخر لا اكتفى بالجانب النظري بحكم عمله أو خلنا نقول طبيعة عمله، ما تحتاج إلى أن يطلع ويروح. اخواننا الجيولوجيين نفس الطريقه، اخواننا الجيولوجيين اطلعوا على دراسات بتروفيزيائيه ودراسه قراءات كهربائيه للابار، وكذلك ايضا عمل نماذج يسمونها الجيولوجيكال مودلز ثلاثيه الابعاد، عمل نماذج جيولوجيه ثلاثيه الابعاد لتراكيب صخريه تحت الارض. هذه الامور ما تحتاج الى انك تطلع الى الميدان او تطلع الى الحقل، وبالتالي يكون تطبيق عملي علمي يعني بالاضافه الى النظري. جميل. بنتقل حق يعني امر اخر وهو موضوع ايضا في برنامج التدريب. يمكن هل البرنامج بشكل عام اللي هو بدا من 2012 يقتضي بس ان تروح الى الشركه الام اللي هي في هولندا، ام ان يتم توزيعهم على حسب كل في تخصصه؟ ممتاز. نعم. بالنسبه للاخوه الموظفين اللي طلعوا وراحوا هناك يعني طبعا بمجرد ما انه ينتهي من البرنامج التدريبي ويحصل على فكره، في نقطه جدا مهمه انا نسيت اقول لك اياها، هي انك انت لما تطلع على البرنامج التدريبي انت ما تطلع تروح تتدرب وترد، انت تروح ماخذ معك قاعده بيانات حقيقيه صحيحه من وين؟ من حقولنا الكويتيه. جميل. نعم. تاخذها كمشروع وتروح تبني على هذا المشروع هناك وتطلع نتائج يستفيد منها الفريق بمجرد ما انك ترجع. لما ترجع ومعاك النتائج هذه وتعطيها للفريق والفريق يبدأ طبعا ملامستها وإضافتها وعملية استكمالها مع باقي مكملاتها من الدراسات الثانية، راح تجد بأن كانت ذات قيمة، يعني ذات قيمة عالية أضافت للفريق الكثير من أجل زيادة الإنتاجية والوصول إلى الأهداف المرجوة. هذه نقطة. لما الناس اللي ترجع من 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 البرامج التدريبيه هذه، خصوصا البرامج التدريبيه ذات المستوى العالي يعني اللي يكون اللي يسمونها المور ادفانس اللي تكون جدا متقدمه، والناس اللي فيها والقائمين عليها دائما يكونون اصحاب شهادات عليا، بروفيسورات، تلقى دكاتره، تلقى اللي حاصل على شهادتين دكتوراه، تلقى اللي عنده يعني رسائل مختلفه في يعني علميه في مجال دراسات يعني على حسب وين التخصص. فبالتالي يعني كلهم هاي ليفل، كلهم على مستوى عالي جدا اكاديميا، ويعرفون تماما كيفيه التعامل مع مثل هذا النوع من المشاريع، خصوصا ما يتعلق خصوصا هم عفوا اصحاب خبره في مجال الحفر العميق، وكذلك ايضا التعامل مع الساور غاز او خلينا نقول اللي هو طبعا الغاز اللي هو طبعا عاده ما يكون صعب استخراجه. جميل. أخوي بشار القديري كبير الجيوفيزيائيين في مجموعة تطوير الغاز
في شركة نفط الكويت خلال هالأربع شهور. نعم. شلون قيمت هذه التجربة أو هذه البرنامج التدريبي؟ شلون قيمته؟ طبعا تم تقييم البرنامج التدريبي هذا بناء على ملامسة حية حقيقية سويتها أنا مع نفسي، هي عبارة عن عملية موازنة before and after. بشار القديري شنو كان قبل وشنو صار الحين. بشار القديري قبل يتعامل مع الداتا أو خلينا نقول الجيوفيزيكال داتا بناء على البيكينج أب، تأخذ كل الفورميشنات اللي عندك تبدأ تسوي لها عملية انتربريتيشن أو عملية تفسير وتحليل، ومن بعدها تستخرج الخريطة. انتهى الموضوع على هذا الأساس. بعدين ولما تطورت الامور معي قمت اول شيء النقطه الاولى طبعا استخدمت سوفت ويرات غير ببلجنز، شيء ينقال بلجنز اللي هي عباره عن اضافات تضاف على سوفت وير معين تساعد على انجاز العمل بصوره افضل. فبالتالي اشتغلت على بلجنزات واشتغلت على فلاتر ما كانت موجوده عندنا بالكويت وطلبناها كي تكون اليوم موجوده بالكويت، واللي تساعد كذلك ايضا على اضافه قيمه عاليه في انتاجيه الفريق. يعني انا سؤالي هذا والنتائج اللي ابيها عشان نطمن المجتمع الكويتي وخاصه المستمعين اللي قاعد يسمعونا اليوم، ان انتم اليوم راح تمسكون من اللي راح تمسكون خلينا نقول الدفه بعد المسؤولين اللي موجودين، خاصه ان عارفين ان هذه سنه الحياه وان هناك فالخبرات المتراكمه اللي قاعد تتعلمونها اليوم سواء في داخل الكويت او عبر البرامج هذه اكيد لها النفع. ما هو اللي راح تبين اليوم ولكن على المستوى البعيد هناك القيمة وراح نحس في مثل هذه البرامج. اليوم في ناس قاعد تشكك أمانة في قدرة الشباب الكويتي وتحديدا في القطاع النفط الكويتي بأن والله ما قاعد يعملون، هناك المقاول هو اللي قاعد يقوم فيه كل شيء، هم قاعد يعني ماخذينها سفرات ورايحين رادين. هذا الكلام هذا اللي نسمع أمانة وقاعد ننقله، ويمكن يا ليت يون مكاننا ويريحون. وأنا يعني هذا يقول كذي خليه هذا الهدف. أنا مستعد أتنازل لمنا. جميل، هو لأن هذا هدفنا اللي في البرنامج لنشر الثقافة النفطية. نعم. ونوصل رسالة أيضا أكيد للمجتمع بأن هناك شباب أمانة ما هو يمكن عشان أنتم موجودين أو إحنا صرنا قراب يوم من الأيام من هالقطاع لأن ما يدخلون جهدا في تطوير كل ما يتعلق في تنمية بلدهم. المصدر الوحيد اللي هو قاعد نعتمد عليه هو النفط. واجباتهم الاجتماعية كأفراد يعملون سواء في نفط الكويت أو البترول الوطنية، حياتهم الاجتماعية شوي صعبة، ممكن قاعد في أي وقت لازم يروح عمله إذا صار أي مشكلة في أي يعني خلينا نقول الحين اللي بيسمع بيقول والله إني أنا قاعد خلينا نقول في صف الشخص. يمكن أستاذ خالد لامست الموضوع هذا مباشرة مع الموظفين وحكيته وقعدت معهم واحتكيت كذلك أيضا في 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 مجموعات كبيرة من الإخوان داخل القطاع النفطي. نعم. وعرفت طبيعة عملهم وطريقتها وشلون تكون، يعني هي كلها عبارة عن مسؤوليات ضخمة يتحملها الفرد. كل ما صعد درجة كل ما زادت مسؤولياته أكثر، كل ما انعزل عن العالم أكثر، كل ما أصبح صب اهتمام الأول والأخير هو إنجاز العمل بأقرب فترة ممكنة. ليش؟ لأن مثل ما أنت فضلت هذا عمود فقري لدولة وإحنا مسؤولين مسؤولية وطنية قبل أي شيء آخر. في سؤال دائما الكويت. في سؤال دائما وهو يمكن حتى يعني المسؤولين يعني تكلموا في هذا الأمر، وهو أن يقول لك الكويت ركزت في فترة من الفترات على إنتاج النفط فقط، وكان الغاز في فترات سابقة كان يحرق، وإلى اليوم قاعد يتجاوزون هذه الأمور فيما يتعلق في حرق الغاز، ووصلوا إلى نسب أمانة جدا ممتازة، وصلوا إلى 1% وأقل 1% أساس موضوع ما يتعلق في البيئة. ولكن الفكر دائما يقولك والله إحنا المجموعة اللي عندنا اليوم ما هي مهيئة إلى تطوير حقول الغاز، لأن طول عمر في الفترة الماضية كانوا مركزين بس على إنتاج النفط. شنو شايف كم الناس أصحاب الكفاءة واتجاههم واستعدادهم للتعامل مع منتج الغاز أو تطوير حقول الغاز؟ هو الأمانة يعني لو كان الموضوع متعلق بدورة تدريبية يرجع من خلالها الموظف من أجل المساعدة على التعامل مع مثل هذه الظروف الحالية إنتاج الغاز وما شابه ذلك من أمور، أنا راح أقول لك نعم عندنا. عندنا طاقات شبابية واعدة، وعندنا ناس طموحين، وعندنا ناس يعملون ليل نهار، وعندنا شباب واعد جدا وقادر على تحمل المسؤولية في المستقبل. وبعدين لما نقول بأن طول عمرك أنت تعمل، طيب يا أخي أنا اليوم جاني شيء جديد لازم أتعامل معه بالضبط،
جاني شيء جديد ولازم اتعامل معه، ولازم اتعامل معه بمهنيه عاليه جدا، وابني المهنيه هذه على خبراتي اللي انا استفدتها وعلى دوراتي التدريبيه وعلى كذلك ايضا مجالستي لاصحاب العقول في هذا المجال وكذلك اصحاب الخبرات، واتعلم منهم واخذ منهم، بالتالي راح اجي واطبق بالنهايه. هذا امر مطلوب مني، رضيت ام ابيت. لا تقول لي اليوم طلع عندك غاز شلون راح اتعامل معه، انت ما تقدر تطور. لا، انا اقدر اطور حقول الغاز، وعندنا الامكانيات اللي نقدر، ومن خلال كذلك ايضا مشاركتنا مع يعني تبادل خبرات شركه نفط الكويت مع الناس الثانيه ومع الشركات الثانيه الضخمه، نعم راح نكون قادرين بالفعل بالنهايه على ان نتعامل مع هذا النوع من الظروف خلال فتره انتاج الغاز. جميل. اخوي بشار القدير كبير الجيوفيزيائيين في مجموعه تطوير الغاز في شركه نفط الكويت، شنو التحديات اللي قاعد تواجهكم اليوم في عملكم في تطوير حقول الغاز ككبير جيوفيزيائيين؟ يعني احنا دائما الاخوان في شركه الكويت ما يحبون يذكرون هي المشاكل، ولكن دائما عندهم نوع من التحدي فيحولونها الى تحديات. فما هي التحديات اللي يمكن قاعد تواجهكم وقدرتوا تتغلبون عليها؟ ان كان الموضوع تعلق او ان كان هذا السؤال يدخل كذلك ايضا يعني او يستظل يعني انت يمكن انت اخذت بعض التحديات اللي قاعد تواجهكم كفيزيائيين او كبير فيزيائيين في الكويت، اخذت المودلز معاك ورحت البرنامج هناك، واكيد عرفت خلينا نقول سبل مختصره او امور مختصره طبعاً. تقدر تجاوزها. انا يعني انا قصدي في هذا الاطار كذي اقدر اجاوبك. نعم في اكيد طبعا التحديات من خلال باب مجال التخصص اللي انا قاعد اشتغل فيه. نعم. موجوده. نعم طبعا اكيد احنا في عملنا الاعلامي هذا البسيط هناك امور كثيره تواجهنا كتحديات، فما بالك انت اليوم قاعد تتعامل مع طبيعه وهي ممكن ما تدري شنو اللي تحت الارض. نعم. امور قاعده تتغير بين فتره وفتره، فيمكن الامور معاكم شوي اصعب من اي مكان ثاني. طبعا هو أستاذ خالد مثل ما أنا قلت لك، عملية تعامل مع ظروف الطبقات الصخرية تحت الأرض ليست بتلك السهولة اللي احنا نشوفها أو اللي هي تطلع لنا بالنهاية. لما نشوفها بالنهاية منظر جميل جدا اللي طلع عندك، بس هذا جاء نتيجة ورك فلو طويل، وجاء نتيجة دراسات، وجاء نتيجة ان يعني وقت كبير خذت علشان تقدر انت توصل لها. التحديات على المستوى الجيوفيزيائي انا راح اكلمك بهالطريقه هذه، ها جدا راح اكون دقيق فيها. نعم احنا عندنا في الطبقات الجراثيه عندنا يعني بعض المشاكل في وضوح بعض الطبقات على شكل خطوط. طيب فبالتالي احنا هذا النوع من اللي هو اللي احنا نسميه discontinuity، يعني ان الخطوط غير متقاربه، فبالتالي انا ما اقدر احدد يعني احدد خلنا اقول لك التوب او اللي هو سطح هذه الطبقه وين راح يكون بالضبط. فبالتالي طبعا لما اخذ هذه القيم الغير واضحه معي واحاول ان اسوي لها سموثينج، يعني احاول اني اخليها تكون واضحه اكثر، اطبق عليها فلاتر مختلفه، اقوم بعمليات الكيو سي عليها. الكيو سي اللي هي الكواليتي كنترول، اعاده النظر لها مره ومرتين وثلاث واربع وخمس، ويمكن طبقه واحده منك تاخذ شهر كامل. نعم طيب شهر كامل بس على اساس تحدد وين اماكن الترابط بينها، على اساس والله تقول نعم هذا هو عباره عن توب الطبقه اللي عندي، هني انا اقدر احفر. فبالتالي اذا كانت على المستوى الجيوفيزيائي نعم احنا نواجه تحديات كثيره في هذا المجال، ولكن اليوم ان شاء الله وبفضل طبعا عمليات المسوحات الزلزاليه الجديده اللي احنا قاعدين نسويها، طبعا متاملين ان شاء الله خير في ان نحصل على يعني قاعده بيانات جيده واضحه جدا بعد ما ان شاء الله ينتهي مشروع المسح الزلزالي القائم حاليا. جميل. اللي هو الثلاثي الابعاد اللي يمكن من اكبر المسوحات. نعم. ومن اكثرها تطورا في. نعم. من استخدام التكنولوجيا على مستوى الوطن العربي. جميل. وقد يكون الميدل ايست بشكل عام. جميل. سؤالنا الاخير او يمكن خلصنا سالتنا، ان كان هناك اي رساله تحب توصلها من خلال برنامج النفط في الكويت، لك الكلمه اخوي بشار الغدي. طبعا نهايه انا احب اول شيء طبعا ان اشكر اذاعه دوله الكويت على استضافتها لي وإعطائها الفرصة لنا إحنا كشباب كويتي طموح، نعم نحاول قدر المستطاع أن نقدم ما يعني نقدم ما استطعنا لهذا الوطن. وأحاول كذلك أيضا أن أوجه رسالة ثانية إلى إخواننا يعني المستمعين وإلى الشعب الكويتي، أن إخوانكم
في مجال القطاع النفطي وفي الحفر وفي كذلك أيضا استكشاف، كلهم على أهبة الاستعداد في مواجهة أي تطورات أو تحديات مستقبلية إن شاء الله. فنبي بس أن تكون ثقتكم فينا كبيرة، وإن شاء الله راح نكون حنا قد الثقة هذه، وبارك الله فيك وجزاك الله الخير. وأنتوا أهل الثقة إن شاء الله أخوي بشار، وكل الشكر لك أخوي بشار القديري كبير الجيوفيزيائيين في مجموعة تطوير الغاز بشركة نفط الكويت على قبولك الدعوة في برنامج نفط الكويت، وإن شاء الله نلتقيكم في مناسبات ثانية، وأيضا يعني نطمح بالاستمرار من خلال الكشف عن كثير من الشباب الكويتي القادر على الإنجاز الكثير، ولكن احنا عارفين ان هي يعني طبيعة العمل شوي تكون كبيرة ومهام كبيرة، وأيضا محتاجين اليوم فيما نتكلم على الغاز فمحتاجين يكون سابق الزمن في هذا الأمر طويلة. أكيد. فكل شكر لك أخوي بشار. شكر لك أنت بعد موصول لكل الطاقم، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على متابعتكم لبرنامج النفط الكويت، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء. قدمنا لكم النفط في الكويت، أعداد وتقديم خالد الخالدي، إخراج فواز الهملان.